بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعموم أهل البيت سلام الله عليهم جميعاً، هي الأصل لكل العلوم الموجودة الآن التدبر. بالنسبة إلى هذه العلوم، على حسب ما موجود في الروايات، تقسم أربعة أقسام. القسم الأول هم علم القرآن الكريم والكتب السماوية. العلم الثاني هو العلم بسم الله الأعظم. والعلم الثالث الذي أذكر فيه أكثر العلم بالغيب. البلد عندنا لأن سلام الله عليه يعلمون الغيب، ولكن إذا أرادوا ذلك فالله يزودهم بما يريدون. وفيه أدلة، فيه آيات موجودة أحببت أن أذكرها حتى نبقى أن احنا ندعي بأنهم يعلمون الغيب. الآية الأولى بطريق مباشر لعلم الغيب فقط لله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بالنسبة إلى الآخر ناس أولياء الصالحين ذات العلم نصفهم، فيمكن إطلاعهم على ذلك أعلم الغيب، فلا يطلع على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول انه يسلك بين بين يديه ومن خلفه اصلا. فلما عليه السلام من دون ان يعلمهم الله تعالى الغيب، لا يمكن لهم معرفه اي شيء من امور الغيب. هم الخاصيه. هم الخاصيه. هم الخاصيه فقط الاقتداء على علم الغيب. وايضا في روايات منذر عن ابي عبد الله عليه السلام يقول: يا عجبا لاقوام يزعمون ان نعلم الغيب. ما يعني الغيب الا الله عز وجل. الا ان الامام كما ذكر اذا اراد ان يعلم امران من الامور الغيبيه دعا الله بان يظهره له فيظهره على ذلك. ولكن اذا اراد ان يعلم شيء علمه الله، واذا اراد هذا الشيء ان الله لا يظهر عليه فمثل حادثه السم بالمرء في أي وقت أي لحظة، فالله سبحانه وتعالى له في ذلك مقام. أما بالنسبة للعلوم الطبيعية، العلم الأخير، هذا العلوم الطبيعية الحقيقة بالنسبة لكل إمام لم يتوارى له الوقت أو يتسنى له الوقت أن يأتي بمحاضرات في تخصص علم الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو غيره. بعض الأئمة سلام الله عليهم أصبحوا في زمان يختلف عن أزمنة الأئمة الباقين، فلو قسمنا الأئمة إلى عصور الأئمة إلى ثلاثة أقسام، فهناك أئمة الإمام علي سلام الله عليه، الإمام الحسن، الحسين، هؤلاء يعني أصبح زمنهم أنهم أو الهدف من حياتهم في ذاك الوقت ركزوه على أن يثبتوا دعائم الدين الإسلامي سواء بالسيف أو بالمناصحة أو بإلقاء بعض الخطب العقائدية. جاء دور الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، والإمام محمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، لقد طاقب خاطف التقسيم، هؤلاء ركزوا على دور الأدعية والعلوم، خاصة عند الإمام الباقر تقريبا 20 سنة يذكر بعض من العلوم، وخرجت بين بعض الشخصيات العلمية. ثم جاء الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، كانت الدولة الأموية مشغولة بالدولة العباسية، فكانت الفرصة عنده سامحة، فأخذ يبث من تلك العلوم، فخرجت علوم الفيزياء والكيمياء والطب وغيرها. ويذكر جابر بن حيان أنه يقول: دائماً علمني سيدي ومولاي أبا محمد أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. إذا بالنسبة للإمام الصادق لما جاء في هذه المرحلة الفاصلة، هي المرحلة الثانية أو المرحلة الثانية للإمام عليه السلام، اللي هو المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة الأخيرية للإمام محمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري، هؤلاء كانوا يمهدون إلى غيبة الإمام ما بعد وفرجه، وعلى أن نلتصق بهم.
معهم ونطلب أن نكون إن شاء الله من أنصار السائرين على قدمنا. إذا نشر اللي هو الإمام الصالح. إذا تكلمنا عن يعني مجتمع الإمام الحسن مقارنة بالإمام الصالح في الآن. المجتمع. الإمام الحسن سلام الله عليه ابتلى ببلاء عظيم صراحة. أولا يكفي أن الإمام الحسن مظلوم في زمانه وحتى وقتنا الحاضر. فالإمام الحسن سلام الله عليه تعرض أولا إلى الفترة الزمنية كان يعيشها فترة حروب وانقلابات في الفكر والعقيدة مرتضات بن أمية وادعاء في النفوس كثير من المسلمين الذين أداروا بأنفسهم عن منقذين من نار الدنيا والآخرة بل الانقلاب وهو صغير السابع من العمر عندما رأى في بيت جده من قال الانقلاب الابيض في ذاك الوقت ثم لاحظ حياه الامام علي حروب ثم جاء حروب مع معاويه ولم يكن له الوقت الكافي فكان يحرص على ان تبقى اصحاب الامام علي في بقاء حياتهم على اساس هؤلاء يستطيعون ان يكملون وينشرون بعض العلوم عن البيت سلام الله عليه في ذلك الوقت. كان بالنسبة للإمام الحسن سلام الله عليه كان دائما يستغل الفرص قدر جهده وإلا مفروض أن يكون ذاك العصر المجتمع لا زال جديد عهد حدود 2000 سنة من موت الرسول صلى الله عليه وسلم فكان دائما عندهم انقلاب وإلا لماذا يتباعدون عن الإمام الحسن والحسين عن الرسول صلى الله عليه وآله دائما كان يصرح بأقواله وأفعاله على أهمية الإمام الحسن والحسين كقائدين للأمة الإسلامية من بعد الإمام علي سلام الله عليه كان يقول الحسن والحسين إماما قام أو قعد فلم يكن الأمة مهتمة بذلك وانقلبوا مع ذلك يعني إشارات واضحة وجلية في خطبه واحاديثه الى حقائق علميه جدا مهمه، صح دكتور؟ واذا بالنسبه للامام فعلا يعني كان يستغل الفرص بس عاده